عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على يشرب قهوة؟ أكيد ما حدا عنده مانع نوقف ونشرب قهوتنا على رواق ما هيك؟ معقول ما أشرب آخر فنجان قهوة معكم؟ ولك إلنا الشرف تشرب معك آخر فنجان قهوة يا ست نايا. نعم الفنجان الأخير ترى يعني ما بقى تعزمنا بالبيت عملين قهوة سحور وعشية؟ يا حياتي هذا آخر فنجان مع نايا معك أنت اللي عمر كله قهوة مرة مرة؟ لا أي متى أنا شربتها حلوة ما تفهميني غلط تفضل مش معقول طيبة قهوتك يا سامي يمكن لأن آخر مرة صحيح عاصم ما قلتونا لوين مسافرين الله خليه مش مسافرين لمطرح محزورة هي برافو نايا هيك بدي اياكي في ما جاي حدا بس فهمنا شو عم بيصير بكل بساطة نايا ما بدها تسافر وعاصم عاصم بده يطلقني
اخترعنا موضوع السفرة لحتى ما نقلكم انه بدنا نطلق، وهيدا فنجان القهوة هو اخر فنجان قهوة رح اشربه مع عاصم. لا تحلمي اني طلقك. بعدين منيح فتحتي هذا الموضوع لانه مليت من لعبتك السخيفة. وانا مليت من حياتي معك. طلقني. لا ينتبهي لكلامي. ماما بدي اياك. ماما قطعي اشوفك ولا حتى اسمع صوتك ولا فرقاني معي بقى. انتبه على كلامي. خلص ما قدر بقى اكذب على اصحابي وصور لهم على انه جهنم اللي عيشته معك هو الجنه. ما بقى عندي طاقه للكذب وللمجاملات. طلقني. خلي كل واحد منا يروح بطريق بقى. شفتوه؟ هذا كله سببه انه نايا ما اخذت الدواء. هلا هي عم تهلوس. هلا بس ترجع وتاخذ الدواء بترجع طبيعيه وبتنسى كل شيء كان عم يصير معها. ما بدي اروح معك لمطرح. ليش لوين بدك تروحي؟ على القرف والحضيض اللي كنت عايشه فيه واللي انا طلعتك منه. ها؟ تروح حتى على جنة الحمراء انت مقلك معي، انت بس تركني بحالي. عم بدي لك طلقها يعني طلقها. انت خرسي. كرم حالك ولك عاصم، هيدي مرتي. هي وحده خربت بيوت هي. ما بشرفك تكون زوجتك. يا واحد حقير ولا؟ طولوا بالكم يا جماعة. لا فارس بين الظلم. يا شوي انت قوم يا حضريه عيب اهل واصحاب مش معقول تعملوا بعضكم هيك معقول يا شيخ وين نايا بركي راحت اوضه النوم بتكون هربت من هالمشهد البشع ما صار لها عايشه في عمر لوين رايح يا جماعة معقول هيك؟ يا عيب شو؟ يا عيب شو؟ وين بدها تكون راحت؟ ما نحن عبوت يعني. نايا؟ زمان على المركب وين بدها تكون؟ أنا لازم أخبر خفر السواحي. نايا! 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 ليلى خليكي محلك انت نزيه نزيه كان شفت شي هونيك وين؟ دور هونيك شو؟ بين ما شفتك ملهوف ونزلت تنبش عليها ولا هيدر بدك اياه ترتاح منها للابد لك انت وحده نايمه وما عندك احساس نايا عم تغرق وانت عم تشفي لا يا بيي انت شو خايف عليها ولك ما بعرف اسمع ما بعرف وصلوا خفر السواحل ننطر للصبح البحث بيكون افضل من الليل ننطر للصبح بلكي لقيناها يعني
بلكي لسا عايشة. صار لنا أكثر من 4 ساعات عم ندور، لو بدها تبين كانت بينت. طيب وطن، ما فيك تحاول مرة جديدة بعد؟ نحن عم نحاول، بس صدقني الصبح أحسن. بجوز الموج يكون أخذها عشان شاط خارج الحدود. رح نعمل اتصالاتنا، هيدا شغلنا. اتكلوا علينا. جربت توصل لي رسالة وأنا ما فهمت عليها. سلام الصبح عم تضطر أفعلي، سلام الصبح سامي عم تودعنا. خيز روحي ما بيسوى. طيب أصلا أنا تفاجأت كيف طلعت على البوت وما خفت من المي. حبيبتي يا نايا، حبيبتي يا نايا، حبيبتي يا نايا، أنا ما انتبهنا لها. سامي بليز روحي. شو العمل انا؟ لازم نخبر حدا من اهل لايا. ميتين اهلا كلهم ميتين. انا رحت لعندهم حبيبتي يا نايا. بليز سامي روح. وعاصم، عاصم ما لازم يبقى لوحده هيك. هيدي رغبته، هو ما بده حدا يكون حده. تخيل ولا حتى نحن؟ طبعا تيحملنا المسؤوليه لقلنا. ليلى حياتي، شو الاجراءات اللي بياخذوها بهيك حاله تقريبا؟ اول شيء ما لازم نقول انها انتحرت، لازم نقول انها غرقت. انا وعاصم هيك قلنا لخفر السواحل. اوكي اوكي، بس انه في حال ما لقيوا الجثه بضلوا عم فتشوا 3 أيام، وإذا ما لقوا شي ساعتها بيعتبروها ميت
وبيبعتوها لعاصم كرمال يباشر بأوراق الوفية. مرحبا. اهلا اهلا وسهلا. انا مقدم نسيب مباحث جنائيه. تشرفنا. زميلي نائب ناجي. اهلا وسهلا. حضرتك الزوجه الست يلي غريت بالبحر؟ لا، حضرتك بتقصد عاصم غريب، هو يلي بيكون جوزها. نحن اصحابه. اصحابه؟ نعم، انا الكابتن جبران سلامي. للاسف انا صاحب البوت اللي صار الحادث عليه. وكلكم كنتوا على اليخت بس صار الحادث؟ نعم. زوجة وين؟ زوجة بالفيلا. حالته النفسية كتير صعبة. أصلاً حالتنا النفسية كلنا كتير صعبة. بعد ما وعينا من الصدمة. تفضل تفضل تفضل. شوف. تفضل. أستاذ عاصم، هذا المقدم بده يسألك كم سؤال. تفضل وارتاحوا. أنا آسف على الحادث الأليم يلي صار مع زوجتك. بضل الإنسان متمسك بالأمل لآخر لحظة، بتأمل إنه تسمعوا عنا أخبار طيبة. إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك. بس بالأول بدي أعرف كيف صار الحادث، وخاصة مثل ما فهمت إنكم كلكم كنتوا مع باليخت. بس أنا ما شفتها. يعني لو شفتها كنت منعتها. منعتها؟ نايا كان عندها حاجز خوف، كان بدها تكسره، ما كنت عارف تتسبح. بس اكيد ما قالت لنا لانه كانت اكيد عرفت انه كنا رح نمنعها تغامر هيك مغامره. معقول يخطر على بالها تتسبح بمكان غميق؟ عاده المبتدئين بيتسبحوا على الشط مثلا. ايه بس هي كانت لابسه لايف جاكيت وفلتت منها، يمكن مش هيك غرقت. افتراضا انه حبت تجرب السباحه بغفله عنكم، بس عادة الغريق تطلع منه أصوات عالية، معقولة ما سمعتوا صوته؟ أنا كنت عم بعمل قهوة بتحت بالمطبخ ونزيه كان عم يلعب بالطاولة مع فارس. مين نزيه؟ أنا نزيه. أنا فارس. أنت شو كنتي عم تعملي مدام؟ أنا كنت عم بجلي الصحون بعد الغداء. كابتن. نعم، أنا والأستاذ عاصم كنا غرقانين بالحديث عن الاستثمارات. هو رجل أعمال بيشتغل بالاستثمار وبتجارة الأراضي، وأنا كنت عم بستفسر على الموضوع تشوف إذا فيني بفوت معه شريك. والكاميرات، ليش البيت مليان كاميرات؟ هذا السؤال له علاقة بغرق زوجتي. كل شيء له علاقة طالما ظروف الغرق بعدها عمضة. يعني بفهم من كلامك إنك عم تلمح لشيء؟ بالتحقيق الجنائي نحن ما بنعتمد على التحليل وبس، كمان بنعتمد على التصريح. بحادثة مثل هاي نحن قدام ثلاث احتمالات. الأول إنها ممكن تكون غرقت قضاء وقدر. تاني إنها ممكن تكون انتحرت. انتحرت؟ يعني ليش بدها تنتحر؟ نايا عايشة بظروف كتير منيحة، يعني شو اللي بخليها تنتحر؟ والاحتمال الثالث إنه ممكن تكون انقتلت. كأنك عم توجه اتهام؟ كل هيدا الكلام سابق لأوهامي. كابتن، بدي ألقي نظرة على اليخت لو سمحت. أكيد أكيد، تفضل. ويا ريت الشباب كمان يشرفوا معنا. سيد عاصم. كأنه الموضوع صار فيه تحقيقات، معلش اعذرني أنا تعبان شوي. بعرف إنه خسارتك كبيرة سيد عاصم، بس للضرورة أحكينا. سيدي، اسمح لي إني فتش البيت بغيابكم. عفوا، يعني أنتوا عم تتعاملوا مع الموضوع كأنه في جريمة. اهدى يا سيد عاصم. وأرجو أنك تراعي الإجراءات، نحن عم نعمل واجباتنا وبس. نايب ناجي، تابع مهمتك. حاضر. تفضل. سيد عاصم، أنا بابا.
شو هالورطة اللي انا فيها؟ يا ريت ما طلعنا هالمشوار من اساسه. ساعة نحس. ليش عم يحسسونا اننا مذنبين؟ على كل ان احنا كمان نتحمل جزء من المسؤولية. هيدي الطاقة بتخلوها مفتوحة؟ لا نحن بس بنفتحها اوقات كرمال التهوية مشان. ممكن سؤال لو سمحت سيادة مقدم؟ تفضل. ليش التحقيقات بتروح باتجاه الإدانة مو العكس؟ يعني الهدف الرئيسي من التحقيق هو الكشف عن جريمة، وإذا ما اكتشفت الجريمة يعني التحقيقات فشلت. لأنه المجرم مدان لحد ما تثبت براءته. والعكس صحيح. مجرم بريء لحتى تثبت إدانته. بس زوجتك ما ماتت بحد السيارة لحتى نتعامل بالمسألة بالشكل الاعتيادي. زوجتك يا سيد عاصم مفروض أنها غرقت ومفروض يكون في جدة. فرضية الغرق مانا محسومة. وكمان لهلا الجدة بعدها مفقودة. بقى كيف بتحب إنه نتعامل؟ فيك تقول لي يا أستاذ عاصم شو هو هذا الدواء؟ حبوب مهدئة. حبوب مهدئة؟ ايه وين المشكلة؟ مع كل العالم بتاخد حبوب مهدئة. مين كان يتعطاها؟ حضرتك ولا المدام؟ المدام. من زمان؟ وقت ما تعرفت عليها. ما حاولت تمنعها؟ أول شيء ما كنت بعرف، بعدين اكتشفت. ولما اكتشفت؟ عرضتها على طبيب غير لها نوع الدواء، بس بقيت عم تاخد الحبوب السوداء. كيف بتقيم حالتها النفسية؟ أنا ما من حقي قيم، بس الطبيب دائما كان ينبهني ويحذرني. من شو؟ معلش اعذرني. أنا مقدر ظرفك أستاذ عاصم. بس إذا حكيت بتساعد التحقيق وبترتاح من وجودنا. نايا كانت عم تفكر تنتحر. معناها على أرجح أنها انتحرت لأنه كانت عم تعاني من اضطرابات نفسية. هيدا بيفسر ليش ما سمعتوا صرخات استغاثة منها. نايا ما بها شي. نايا بتوزع عقل علينا كلنا، بس هو اللي وصلها لهون. طلبت منه يطلقها ورفض، لأنك بتخليها حده ليضل يضربها ويعذبها. هو المجرم، هو اللي قتلنا نايا. وين كنتوا لما انتحرت؟ كنا إنه كان في مثل خناقة. هذا اللي بفسر سبب ندوب على وجوههم. وشو كان سبب الخناقة؟ نفس الموضوع. طلاق. انتوا اللي خربتوها بيني وبينها. انتوا بقيتوا وراها لحتى اصرت انه تطلب الطلاق. انتوا مجرمين. انتوا قتلة. انا طول عمري كنت اقول عنكم حسالة. ها كثير حاولت انه ابعد عنكم بس فشلت. وهي هي النتيجة. نتيجة انه انتحرت. انتوا قتلتوها. اللي اضطريت انه اشوفكم كرمالها ماتت. راحت. راحت ولا ما راحت؟ حلوا عني يا اخي. حلوا عني. طلعوا حياتي. طلعوا برا ما بدي اشوفكم. يا جماعة أنا بعتذر على الموقف. كان كل قصدي إنه نتسلى وننبسط. ما كان بدي يصير اللي صار على يختي أنا. أرجوك حضرة المقدم، خلي موضوع انتحار نايا يضل بيناتنا. خلي روحها ترتاح بسلامة. بسيطة بسيطة. على كل حال بعد لهلا ما تأكدنا من شيء. جوز رفيق الصبح شوفها عايشة.
عروستنا قادمة من بيروت. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. أهلا بيكي في مصر. شكرا. تفضلي. الحمد لله على السلامة يا فندم. مصر منورة. أنا يا حضرتك تعبانة من الرحلة قوي ومعادك مع مستر كريم الساعة 11 بالظبط. أنا هكون قدام الأوتيل 10:30. حلو كده؟ ما بحب الدقة بالمواعيد. تحت أمرك يا فندم. كابتن جبران، شو خبرني؟ كيف كانت رحلتك امبارح مع المدام الحلوة؟ انقلبت لكابوس. نايا غرقت بالبحر. لحظة شوي، شو عم تحكي؟ نايا ضاعت. ضاعت من جديد. كيف يعني؟ كل شيء تخيلته إلا أنه نايا تنهي حياتها على البوت يلي بقي عمر يدور عليها. ودعتني وراحت، هديتني هيدا. كل هيدا الشيء صار انا ونايم؟ ليه ما وعيتني؟ شو كان طالع بايدك تعمل يعني؟ كنت دقيت لخفر السواحل، للدرك. كلهم هودي اللي عم تحكي عنهم ما قدروا يرجعوا نايم. كابتن ما بعرف شو بدي اقول لك. عن جد سوري، بعتذر. بتعرف شو اكتشفت يا فادي؟ اكتشفت اني كل عمري عشت وانا ادور عليها. هلا ما بقى عندي شيء عاصم غريب زوجها لنايا كريم اللي فاتت امبارح. لساتكم عم تحاولوا؟ لا
لا العفو، أنا آسف، بس أكيد أنا ثقتي فيكم كبيرة، أكيد بس الحقيقة أنا على أعصابي. طيب العفو. هذا الباسبور جاهز، انت اكيد بتدبري حالك؟ ما تخاف علي، انا رح كمل معك لمطرح قريب من شاليه جبران، ما بدي لاحظ على غيابي. يلا مشي.
عاصم حاجة عجيبة جدا جدا. تعمل دلوقتي حاجة. ما تنوري معايا بدل ما انت واقفة كده. شو تدور؟ هكون بدور عليك. هالمفتاح طبعا. مفتاح شو؟ انت مين؟ وبتعملي ايه هنا؟ ناطرة المدير. انا حجان. حجان؟ ما انا لازم الاقيها. لازم. لقيته. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنت بقى عاملة إيه؟ طب الحمد لله. الحمد لله. أمضي. أمضي أنت يا أنجي، أنا مش فاضي. وأمضي أنا ليه؟ ما أنت بقالك كذا سنة معايا في الشركة، مش عارفة تزوري أمضيتي ولا إيه؟ العين يا فندم ما تعلاش عن الحاجة. اتفضل أمضي. أحيانا بتعلى. أمضي. حاضر. هل طلعت انت المدير؟ مكتب حضرتك جاهز يا فندم، تحبي تشوفيه؟ اتفضلي. ميرسي. نفسي افهم بقى المفتاح راح فين. اتفضلي يا فندم، هو ده مكتبك. الو، صباح الخير. انا سنايا، بعد اذنك استاذ كريم عايزك على التليفون. ميرسي. ايش المفتاح معاكي؟ مفتاح شو؟ مفتاح شو؟ مفتاح شقتك طبعا. هيكون مفتاح ايه؟ مفتاح شقتي. استاذ كريم، ممكن اسالك سؤال؟ طبعا، بس يا ريت بسرعه عشان مش فاضي. انا كثير بتشكرك ومبسوطه كثير انك وظفتني بشركتك، وهذا شرف لإلي طبعا. لا لا لا، كده كثير قوي. احنا مش في حفله تقبيل هنا. هاتي من الاخر وخلصي. لهلا بعد ما عرفت، شو رايك بالتصاميم يلي بعتها للشركه؟ يعني انت عايزه تعرفي انا ليه قابلت ان انت تشتغلي في الشركه؟ يا ريت. شوف يا ستي، اول هام لانك مجنونه، لان شركتي ما فيهاش مكان للعقلاء. اعمل حسابك لو في يوم من الايام ظهر عارض واحد من اعراض العقل، اعرف ان انت مرفوده بالثلاثه. قولي للمجنون اطمن، كثير مجنونه.